صح؟
اه اي نايم على البيترز فعلا، بس سمعت الايه؟ دكتور في الراوند سألت السؤال ده وقال ان ورا اللينس في بيترز، صح؟ يعني لا وراها على طول، مفيش ايكوس ورا اللينس، مش صح؟ ماشي خلاص كده؟ عايزين كده سبيسيفيك يعني؟ اه والله بجد انا كده بيترز فيس. اوكي في حبه ايكوس ورا اللينس عشان نايمه خاصه فيها شويه ايكوس، وهنشرحها علميا لما نشرح كلماتيك كاتريكس. هو شرح كلماتيك كاتريكس؟ هو كان بيشرح الناس وشرح كلماتيك كاتريكس. شو ده كاتريكس؟ ما اعرفش. لا 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 ايوه ايه كاتريكس؟ انا بس كلماتيك كاتريكس ايه كان بيجي في معاك؟ طيب between the lens and the يعني vitreous في كده حته ligaments. الليجمنت ده قوي جدا في الاطفال، مع الكبار بيصعب شويه. الليجمنت ده اسمه ايه؟ between the capsule of the lens and the vitreous cavity بسميناها the capsule hyaloid ligament. هذا مش من البرجر برضه. الخمسه كده؟ كلام سامع دلوقتي؟ طيب انا حاسس بقى ريد ريد سبيس اوف برجر. السبيس اللي دايما دول اللينز على بعضه بقى اللي هي خواطر اللينز على بعضها اسمها the circumlental space. صح؟ انا عندي ريترو لانتر وعندي circumlental. طب بصيت بقى كلينز نفسها كاناتومي يعني. انا عندي anterior surface of the lens وعندي ورا ايه؟ posterior surface صح كده؟ نص anterior surface اعلى حته فيه زي بالظبط الكره الارضيه. صح الكره الارضيه صح كده؟ انا عندي هنا البول ده اسمه ايه؟ نورث بول، وتحت اسمه ايه؟ ساوث بول، والنص اسمه ايه؟ equator. الناس كده بالظبط، عندي anterior surface البول ده اسمه the anterior pole of the lens. احنا بنقول يعني ورا اسمه ايه؟ سيب بول فعلا، والتالت اسمها ايه؟ الاكويتر، اللي هو التحام الانتير سيرفيس مع البوستير سيرفيس، اسمه الاكويتر اوف ذا لانس، وهو ده اللي طالع منه الزنيول اللي ماسك الاخر ايه؟ زي اللي بعده، صح كده؟ انا عندي زنيول ماسك الاكويتر اوف ذا لانس الحته دي كده، شوف الحته دي؟ ده الاكويتر، دي اسمها ذا انتير بول، ده اسمه ايه؟ بوستير بول. Between the anterior pole and the posterior pole حاجه اسمها the axis of the lens. بس هي حجمها قد ايه؟ اللينز على بعضها كسايز بتتكلم تقريبا الاكسس نفسه ده من الانتير بول للبوستير بول انت بتتكلم تقريبا في 4 مللي او 5 مللي، يعني تقريبا قد ايه؟ نص سم. صح كده؟ لما الحته دي الحته دي كده اللي هو الاكويتر مع بعضه انت بتتكلم تقريبا في 9 مللي او 10 مللي، يعني قد ايه؟ سم. فاللينز على بعضها سم في نص سم. خلاص كده؟ ده كنترول دايمتر اند اكسس. سهل معاك كده؟ عندي سم في نص سم. الكلام سهل صعب عليك. اللينز لونها ايه؟ مع السن فوق 25 30 سنه بيحصل انتشار اكتر، بردوله شويه دول ليه؟ بيحصل حاجه بعد كده اسمها سكليروزز، ضغط شويه ميه فالناس لحد ما بتتكسر شويه مش هتعدي الضوء كله، لا هتعجزت الضوء. تاني حاجه بتمتص اشعه الشمس نفسها جواها فيها شويه تغيرات، فالناس نفسها مع الوقت بتغير لونها، هي يعني كانت ترانسبارنت جدا بعد شويه حاجه لونها كده جريش يلو، ده لون السكليروزز الطبيعي بتاعها، حاجه بتتغير. طب ايه حاجه كده بسرعه كده؟ كلام سهل؟ 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 ده كبسول، في كام فاكهة كبسول ده؟ الأول فاكهة فيه هو سامي ثيرميال يعني بيعدي حاجات حاجات لا، بس كده؟ وإلاستيك جدا، في المدرسة صغيرين، هو إلاستيك قوي وسامي إيه؟ ثيرميال، أو كده؟ هو بيطلع منين هو حاجة دلوقتي؟ ده كبسول فاكهة جميل، بس عارف يعمل كلمة واحدة دلوقتي خالص، إن هو الحتة دي بالذات الأنتير سيرفيس ناحية الإيكويتر بالذات، الحتة دي بالذات كده، تتكلم في 24 مايكرون أو 26 مايكرون، حلو؟ بس هنا مثلا 20 مايكرون مثلا، هنا كام؟ 24 تلبس فيها هنا في الحته دي اسمها ايه الحته دي؟ بتتكلم في 4 مايكرون. دلوقتي اللي انا قلته ده مين اضعف حته في لينس لغايه دلوقتي؟ انا عندي 4 مايكرون هنا كبسول هنا كام؟ 24 مايكرون. كبسه كده كان دي طبيعي عشان الراجل. ثاني كبسول ثاني نيرفر الاستيك هقول لك مين بيفوز دلوقتي حالا. ثاني حاجه التكنس بتاعه فوق تخين شويه تحت فاهم بالذات فين؟ بالذات فين؟ صح؟ طيب رقم اثنين بقى
عشان نفهم ان 2 و 3 و 4 جايين دول كلام تعالي هات هات الاجابه مش ورقه اصل الاسئله بتاعت صح لا اقول لك حاجه بقى انا اصلا كده بيولوجي لازم لازم كده ازاي دلوقتي بس الصحاب اللي بتقول لك اسئله معايا لاز اول حاجه في الفيلم في العين هاي كده انا بقول بعين بقى للانس دي وانا خلاص انا بعين بتقول حاجه اسمها ذا لانس بلاكول حاجه عامله كده بالظبط اللي هو دي اول حاجه فين خالص الحاجه اللي انت جايه من الجلد عامله كده خلاص عامله كده كده مثال معايا كده كويس قوي ايه اللي بيحصل بقى؟ لازم نكون لينز نعمل لينز بقى فيحصل ايه؟ ده اسمه ده سب كابسولار ابيثيليوم ده كبسول؟ كان في حاجه اسمها ايه؟ ابيثيليوم بس ساعتها ما كانش اسمه كده ايه اللي حصل بقى؟ الابيثيليوم من ورا ده ابتدى يكبر يطول قوي يطول 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 يزق مين دلوقتي هو؟ السبيس ده طب يكبر اكتر يكبر اكتر 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 ايه اللي حصل؟ بقى عمل كده صح؟ يكبر اكتر اكتر في الاخر المنظر كان هيكسي انا عندي كده فعلا صح عندي منظر كده هو بالظبط صح ده كبير قوي وعندي شويه خليه عامله كده ده اسمه ده بتصير في ايديا ده بعد شويه يفصل خالص يفصل خالص من الكبسوله خالص ويخش جوه يعمل حاجه اسمها ذا برايمري لينز فاسيكل اول لينز اتكونت عن طريق مين؟ تصير في ايديا خمسه كده كويس بعد كده ده هيختفي برضه هيختفي ده الحال اللي انا قلته ده كده يبقى اول ادلت لينز في ايديا ورا لا يبقى الناس بتاعتنا الكبيره دي عارفه دلوقتي بكيلو صح؟ بنسموه ازاي؟ في خلايا هنا وفعلا جامعه اهي فعلا وعندي خلايا هنا كده صح كده؟ في حاجه ورا؟ لا ده بصير فينا ده كان من زمان اول لامس حلو كده؟ ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي بوستيريورلي في مشكلتين واحد والاثنين كابسول اثنين بروزوكيتد هو يحصل كاتر نتيجه مشكله في العين او مشكله في الجسم او دواء في العين او دواء في الجسم دي اسمها عندنا سكندري كاتر صح كده؟ أو complicated catheter اللي أنا قلته ده تفتكر أكتر مكان فين؟ لو اللانس اتخبطت وعايزة تفرقع دلوقتي أكتر مكان فين؟ posterior يبقى أي مشكلة في اللانس نسبيا هتحصل أول حاجة فين؟ ورا إن هي أضعف حتة في اللانس no epithelium thin capsule صح كده؟ تفاصيل أكتر بقى الابثيليوم قدام ده ده في أولى تاني بقى قدام ده اسمه كده اسمها the anterior cells أو the anterior subcapsular cells تعالى نقرا ده ايه سيلز؟ ايه ايه سيلز دي؟ انتيريور العجينات دي مكانها فين اصلا؟ الايكويتر تعالى نسميها ده اي سيلز او ده ايكواتوريال سيلز ليه فصلناهم كده؟ ليه قلنا ايه سيلز اي سيلز دي؟ عشان طبعا تختلف خالص الاي سيلز دي فظيعه دي اكتر حاجه شبهها الابيثيليوم ده كله كيلو؟ خلاص دي بامب مش طبيعيه بامب بامب يعني تاني حاجه سكريتوري زي ما التاني الفينجر بيفرز ايه؟ ده سيستريت سكين ده بيفرز ايه؟ الكبسول فانا عندي الاي سيلز دي بتفرز كبسولة دي واحد تاني حاجه بامب افتكر كلمه الفيلم دي شبه جدا مين؟ ان في نفسها كده وسكه حلو؟ كويس تيجي على الجنب بقى خلينا نطول شويه اسمها ايه؟ اي سيلز هشرحها مره دلوقتي بس هشرح مره واحده ان معقده جدا رسمتها هشرحها بصراحه كده مش هقول لك ايه بس انا هقول لك بيحصل ايه وهنشوف صوره في الاخر ايه الموضوع معقد جدا رسمها بص بقى معايا الاي سيلز عامله كده صح؟ انا عندي خلايا مخليه تحت او خلايا مخليه تحت مش كده؟ اسمها كده اي سيلز هي دي اسمها ذا جيرم سيلز يعني ايه جيرم سيلز؟ هي دي اللي بتعمل نيو لاند سيلز او لاند سبايرز صح؟ مش كده صح كده؟ ركزوا معايا بقى المنظر اهو ركزوا معايا على المنظر اهو انا عندي هنا خليه وعندي هنا ثاني خليه ثانيه صح؟ بيحصل في ايه؟ او خلايا كتير يعني انا اقعد اطول 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 اقابل مين؟ الخليه الثانيه اهي صح؟ اللي تحت عكسها الخليه اللي تحت دي تقعد تكبر 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 تقابل مين؟ الناحيه الثانيه في الاخر يعني عندي سيلز او فايبرز طويله قوي اسمها لانس فايبرز ساعتها بيقابلوا بعض الحتت صح زي ما السكال دي قابلوا بعض الحتت سميها ايه؟ سوتشرز لما اطرح التحام الفايبرز مع بعضها اسمها ايه؟ سوتشرز تمام صح كده؟ اللي انا قلته رسم انا حتى لو ده واضح جدا ان ده عكس اللي ورا صح؟ هم عملوا ايه ازاي؟ بس عشان كده قابلوا ايه؟ بالعكس صح؟ المنظر اللقى نفسه عامل ازاي؟ معقد انا جايب صوره ليه عشان اشبهها ليكم شويه منظر اللقى ده اللقى ده ده شكله ايه؟ شكله واي شيب معقده جدا رسمتها دي ابسط رسمه انا جبتها بس كده معايا اتفضل ركزوا معايا خلاص؟ كان في رسمه دي؟ حد من دلوقتي بس كده؟ كان في نورين هتلاقي في نور كده احمر قدام والتاني ازرق برضه ورا كده؟ بص الاحمر فيه شكل حاجه واي واضح قوي في واي واضح باين واي صح؟ هتلاقي وراه سهل صح؟ الصوره دي ابسط صوره تكاد تكون من كتر سمبلستي غلط موضوع معقد جدا الخلاصه مطرح انا بس عايز اعرف حاجه بس مطرح التحام السوتشر دي شكله ايه؟ هتقول لي واي هنا يبقى العكس ايه؟ انفيرتد واي صح كده؟ مش عايز اعرف اكتر من حاجه واحده بس
ساعات يحصل تترك عندها الصوت بسميها سوت شيرن كاترك. انا اسالك سؤال شو صورة ان شاء الله يعني عشان نلاقي الكاترك دي لازم رقم كده ما تعاش نفسك حاجه مش مستاهله صح؟ هنا بعد ما عندي بتكبر تكبر 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 انا هالي مطرح اللي هو فايبرز ايه؟ شكله ايه؟ واي قدام كان شكله ايه؟ واي عكسي كام سنه كده؟ كام سنه عليا؟ بص بقى كبر كده اهو خلاص الحمد لله اللي بعديهم بقى بس اللي كبروا قبل بعضهم بعد شويه يفصلوا يعني يفصلوا؟ يعني يفصلوا خالص يخشوا جوه صح؟ اللي بعديهم هم اللي بعديهم بقى قصدي يعني احنا كده اهو اللي بعديهم هم صح؟ يكبروا تاني يعني كده 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 اهي نفصل نخش جوه اللي بعديهم زي مثلا فهمت قصدي يعني طلع كده فايبرز بعديها فايبرز بعديها فايبرز عشان تفهموا اكتر الرسمه المنظر اهو دي بتقعد تكبر كده تقابل اختها تكبر كده تقابل اختها صح؟ بعدين يفصلوا اللي وراهم هم اللي وراهم صح كده؟ يكبروا تاني ودول يخشوا تاني جوه يخشوا فين؟ جوه صح؟ بعدين يكبروا اهي جوه بعدين ايه جوه فده يبقى عندي حاجتين اولد فايبرز نيو فايبرز صح كده؟ فين النيو فايبرز؟ على الاطراف فين الاولد فايبرز؟ في النص فذاتس واي النص دول بعد شويه نفخ منهم ميه تجي منهم ميه ميه حاجه بروسس اسمه نيوكلير سكليروسس وده اللي بيكون في الاخر ذا اولد فايبرز اللي ما فيهاش ميه اسمها ذا نيوكليس زي الزيتونه فاكرين؟ يبقى عندي حاجه في النص كده بالظبط ما فيهاش فايبرز ما فيهاش ميه كتير هي فايبرز عايشه ما فيهاش ميه كتير اسمها ايه اللي بنتملى؟ ذا اولد فايبرز او ذا نيوكليس عشان كده يقول لك ايه انت عندك كذا نيوكليس ما فعلا انا عندي وانت في بس انت امبري بس اول حاجه او جيل صغير قوي يعني عندك اول يوم استويت بعدين خلايا تانيه طلعت مش كده؟ بعدين انت نيوكليس خلايا تانيه طلعت انفلت بقى النيوكليس في الاول عندي كل شويه تكون ايه؟ نيوكليس جديد هو طبعا في الاخر نيوكليس واحده بس في الاخر كده كمان كذا تجميع في النص في النص في النص في النص صح كده؟ كل ده في الاخر عشان اقول لك انا عندي كام نوع فايبرز اثنين واحد نيو اسمها كورتكس دي مليانه ايه؟ ميه زي الزيتون صح كده؟ وعندي اولد فايبرز في النص اسمها ايه دي؟ نيوكليس ما فيهاش ايه؟ ميه دي سنه صعبه عليكم صح كده؟ فعندي الاخر لينس على بعضها بقى الاذر لينس عامله كده واحد مين ده؟ كبسول صح كده؟ قلنا التكه بتاعته كلها خلاص الاستيك فيربل مين بيفرزه؟ الانتيريور سات صح كده؟ كويس قوي قلنا هنا تخين قوي وهنا ايه؟ رفيع قوي اثنين عندي ايبيثيليوم والله حاجه اسمها الايكواتوريال سات وعندي حاجه اسمها ذا اي سيلز اي سيلز بتاعت مين دي؟ اللي هي بامب تاني حاجه سكريشن اي سيلز بتاعت الميكروز صح كده؟ دي بتكون نوعين فايبرز نوع على الجنب هناك على الجنب اسمهم كورتكس ونوع هنا اسمه ايه؟ نيوكليس انا عندي فايبرز ايبيثيليوم كابسول صح كده ولا ايه سيلز يعني انا مش عايز اتاخر اكتر من كده خلاص مش عايز اتاخر من كده يعني المفروض لازم نخلي خضر شويه ازاي الناس تتحرك وتفضل شفافه؟ خدني انا غريب جدا دلوقتي بتقول لي الناس تتحرك طب الكونيا احنا بخلنا كون ترانسبيرنسي قلنا كون ترانسبيرنت مش حاجه اسمها ديستربتيف انترفيرنس مين كان ده؟ ان عندي كولاج فايبر ثابته كحجم وبينهم مسافات ثابته اللي هي بتتحرك الناس بتتحرك ازاي اثناء الحركه يبقى صعب عشان مخالف اهو ازاي اثناء الحركه بتفضل ترانسبيرنت يعني ايه؟ انا مش عايز اخدك يعني بس لانس جواها فيها حاجه شبه الميني جوينتس جوينتس كده بدل فايبر فايبر هو هديك مساحه بس كويس كان في بعض الجوينتس حاجه شبه كده يعني شبه يعني الجوينتس حاجه طبعا بس حاجه اسمها سبوكس اند هايز يعني حاجه اللي الناس ما بتقطعش اسمها حاجه جنبها بالظبط يخلي سبيس صغير جدا بينهم نسبيا يعني حاجه ثانيه مش عايز افضل اكتر لكن تعالى تقول لي الخلايا فايبرز دي تقعد تشيل الميه جواها صح؟ لا هي بتشيل الميه جواها والاورجانيلز كمان اللي هي الاورجانيلز كمان يعني بعد شويه ما فيش جولجي ابريتس بتعمل بتكمل ميتوكوندريا وبتفضل عايشه ايه البولينز دي؟ جمال الميه؟ مختلفين مقطوع فيها يونت تيشو فيها يونت تيشو بس ده كنسيب يعني فيها كميه بروتينز مش طبيعيه بتتكلم مثلا 30 to 35% بروتين كونتنت مفيش نسيج في جسمك حر مش عارف فتحت ليه؟
كمل كمل كلمه. انا عايش مفيش نسيج في جسمك، مفيش نسيج في جسمك، بس كده في كميه بروتين في اليونت تيشو كده. عندك 30% of the lens عباره عن بروتين. بالنسبه لي جدا حتى كان عندنا ارحم من سته يعني ممكن تقول الله يرحمه يعني ونسبة الاسكوربيك اسيد فيتامين سي اضعاف 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 من الدم في الدم يعني كتير قوي. هي فعلا انتي اوكسيدنت عندنا كريت عالي جدا، هاي ميتابوليك ستراكشر عامل زي الجول ميرو كده، بس فعاليه جدا البلانتس فظيعه يعني خلاص حاجه فظيعه يعني. عشان تاريخ انت عايز كميه رابيدز كتير توكسنز كتير حاجه اسمها فيتامين سي، ويقال لما دول يقلوا ده بيحصل لك ايه عاده؟ كحه. بس كده انت كده بتقعد جدا لما تبص على اللانس. ايه وظيفه اللانس؟ هو تاني واحد بعد مين؟ بعد البوينت صح. كام اللينس؟ 18. لو قلت 18 اجابه مش صح 100%. لا مش صح خالص. 18 بشرطين خلاص كده inside the eye and during unaccommodation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني unaccommodated state وinside the eye. الناس بتاعتك لو قلتها هي 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 هات اجابه طلعها من الهواء كده بلس 9 كده. ليه؟ ودلوقتي كلمه ريفرش هتعرض على حاجتين. طبعا الناس فاهمه عارفين خلاص انتوا عارفين طبعا. بس الريفرش هتعرض على حاجتين كيرف وانيس صح؟ لو انا زودت الكيرف حاطط الريفراكشن زائد دلوقتي انا جوه العين ماسكه الباستك كده اسمه ايه؟ سنيول. شد خلاص بره العين شارع حاطط الكيرف زائد بقوه زائد واحد اثنين قبل العين العين نفسها قبليها ايكوس وبعديها ايكوس وبعديها بيتش صح كده؟ او ايكوس وبيتش صح كده؟ كلام جميل خلاص مركزين قوي 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 يعني عندك ايه كوز ليتش صح؟ لان الكثافه اختلفت غير ما تجيب العين قدامها هوا وهوا وقت شوية يعني نفسها كده. فاللانز بلس 18 بشرطين ايه هما؟ جنين ان اكومديشن خالص تماما ريسك يعني ات ريسك يعني خلاص كده. تاني حاجه ايه؟ انسايد ذا اي مره انت اخر بكتير جدا كلام صح؟ طيب الحاجه الثانيه بقى هقول لك ايه بسرعه جدا كده. اللانز اصلا مركز على بعض يعني اللانس نفسها عباره عن كورتكس وحاجه في النص اسمها ايه؟ نيوكليس صح كده؟ الكورتكس كورتكس نفسه اتس ماينس لانس. الكورتكس عدسه ماينس مش بلس لانس اصلا. والنيوكليس عدسه ايه؟ بلس. نفسها كده؟ طب بيحصل ايه في الضوء في العين؟ الضوء بيخش كده بيحصل اول حاجه ايه؟ دايفرجنس يطلع في الشارع كده صح كده؟ بيتعرض لمين؟ نيوكليس سيفير كونفرجنس قوي جدا صح كده؟ بيحصل ايه تاني؟ دايفرجنس تاني بعدين يطلع من العين صح كده؟ من اللانس اهو. خلاصة الموضوع انت ضعفت خويت ضعفت صح كده؟ بس خلاصة الموضوع انت دخلت من هنا وطلعت من هنا. طب ده حصل كده ايه؟ كونفرجنس ولا دايفرجنس؟ ففعلا اللينس خلاصتها بلس 18 مش ماينس. بلس حصل كونفرجنس ده الخلاصة بس اكشلي عندي ايه؟ ماينس بلس ماينس. احنا عندنا عيب ايه بعد كده ان شاء الله؟ اما ناخد كابس الكاتريك. لان عنده كاتريك كورتيكال بيعمل مشكلة وان عنده نيوتر مشكلة تانية خالص. خلاص بيز على المعلومة دي. The cortex minus 10 will make us a plus 10. For a certain, it's a plus 18 lens. So, what do you think? What do you think? What do you think? يلا بقى احنا خلصنا ايه؟ يلا هات وظيفه ثانيه اللانس حاجه اسمها اكوديشن شطاره في التوصيل فين؟ البي ار تراك صح؟ احنا في التوصيل في البي ار تراك ده 23 عايزينه كام؟ 22 شايفها على حسب الضغط الاوضه يعني اعملوا 21 خالص
حركة. سوينج يا دكتور سوينج. عشان اوضح معنى ده كويس قوي، الفرق الثلاثه
واحد عنده 70 سنة بس عنده السكر، عنده ايه كاتلم ده؟ عنده 70 سنة، 80 سنة بس عنده السكر، بس انه عايز اسمه جديد يقولنه عن اسمه ايه؟ يعني من يسميه ايه؟ انت عادة جيب نسبيه؟ بس لا، ماما عندك مشكلة في عينيك او في الجسم او ضعف عينيك او في الجسم، انت خلت حاجة اسمها ايه؟ كلمة سمايل يعني the only charge is in it، انت عندك سمايل فقط، تفرق جدا في الفانجر مانجمنت. صح كده؟ ولا عشان يبقى كام ساعة كده؟ يبقى عجل في عجل يعني. كلمة سناي يعني انت بس ايه؟ سناي. كومبليكيت عندك مشكلة، ماليش دعوة بسنة جديدة. صح كده كام ساعة؟ نيجي بقى لأهم التقسيمة الفعلية في الحقيقة اللي هي التقسيمة الجراحية. دلوقتي احنا قلنا إن النيوكلس دي خلايا أولد ولا نيو؟ أولد. تفقد إيه؟ ماية. فرج اسمه إيه؟ سكليروز. صح كده؟ أفقد ماية اسمها سكليروز. كويس أوي. طب بيحصل أي واحد أنت عمال تفقد ماية، تفقد ماية لدرجة إن كجراح رمى دلوقتي وصلت الدرجة ان فقدت مية لازم اكسرك او اشيلك ولا ممكن اشفطك؟ صح كده؟ انا بتكلم عن نيوكلس دلوقتي، الكورتكس. الكورتكس كده كده ايه؟ مية كده راح اشفطه، سهل او صخر يعني. لكن النيوكلس بتاعتك هل يبقى هارد انف، ما فيهاش مية انف، اللي مش قادر اشفطها في الجراحة؟ لو انت كده فعلا اسمك هارد نيوكلس. ليه؟ معظم البروتينز اللي قلناها دلوقتي معظمها بقت حاجة اسمها انسوليد بروتينز، حاجة اسمها جاما جرافيتي، اللي هو جاما كريستالينز يعني. خلينا نشوف تفصيل يلا. لو انت عندك هارد كاتك فعلا يعني مش هارد يعني كبرت شويه فعلا وعندك سكليروزس فعلا بس لسه بقدر ممكن اشفطك شويه، هسميه بالنسبه لي انت صاف نيوكليس او صاف كاتك. السن الفاصل بينهم عشان تسمي الكتاب بتاعه، الكتاب كاتب الصاف كاتك قبل 25 سنه وكاتب الهارد كاتك بعد 30 سنه. طب والخمسة في النص؟ يعني كلكم ايه في الاخر؟ صح بس كده انا خلاص انا هارد كنت بتيجي بس كده فعلا انا كنت صاف انا هارد كده كده قبل 25 سنه صاف فوق 10 سنه ايه هارد خلاص نوع البروتين نفسها سوليب هنا وهنا سوليب كان اسمها جاما كريستالين اسمها الفا بيتا كريستالين البروتين مش مهم خالص جاما كبيره هي سوليب الهارد شويه ما كان ساعه كده كان ساعه سبعه دي هو الجراف سؤال بقى وات ذا بيست اكزامبل اوف صاف الجينيتا طبعا صح ولا ده بس كان هارد كاتلايز انا عارف طب الكومبليكيت نوع حقيقي حسب السن طب الجينيتكس حسب السن صح كده يبقى ده بس اكزامبل اوف صاف سكريبت ده بس اكزامبل اوف هارد كاتلايز سين اي ثاني حاجه صعبه ليكوا يبقى اسم كده ثلاث انواع مع بعض حسب السن حسب الجراحه او النيوكليس اللي شفت ولا ده موجود يعني صوت هارد وحسب الجينيتكس اللي انت شوف كده هنا فاضل كام سنه لو هناخد الاتفاق ده بصوا كده ده مهم جدا جدا طبعا ازاي الشابتر ده سهل قوي يعني ازاي هنذاكر كده كده بعض يعني ايه بالعرض يعني هشرح الامراض واحده واحده في الكاتر او مايك انفيشن عندنا اتيولوجي كاركتر سيمبتوم ساينز بتاعت الدايجنوز بعديها كومبليكيت كاتر انفيشن سيمبتوم كده صح بعديها دراماتيك كاتر بعد كده سناب كاتر خلصت المرض اسمه ايه كاتريك مين يبقى صفحه ناخد بالعرض برضو تريتمنت اوف كاتر اللي انت لسه دماغك مش فاكره كده ان علاج الميه بيضاء موحد صح الفرق احنا لو كنت في تكه صغيره صناعه تكه صغيره لكن ناخد امراض على بعضها على بعضها على بعضها نخلصهم بالعرض بقى اعضاء ايه بقى ناخد ايه تريتمنت اوف كاتر ما كانش كده في النهارده اول مره دي هو كونجنتال او ديفينتال كاتر يعني كده كده كل واحد فينا كل واحد ديفينيشن فيشيولوجي كاركتر دي كاركتر دي هي بدايه الكلينيكال بيكتشرز ففي ديموغرافي هي دي الكاركتر قصدي يعني بتيجي شكلها عامل ازاي وصفها ايه اللي حاجه خاصه بالكاركتر دي ازاي عايز تقولها من ضمن السايز يعني السايز بتاعتها معنى صح يعني اصل كام ساعه كده مع بعض ركزوا معايا ديفينيشن كونجنتال يلا بقى كونجنتال كاركتر ديفينيشن اني كاركتر ات بيرث او شورتلي افتر كلام سهل كده مش معنى كونجنتال معناها وراثه في فرق بين كونجنتال وهيرديتري وهيردو فاميليا بس كون جينيتال كون مع جينيتال ولاده صح كده في الحاله دي شورت بيرث او اف بيرث او شورت اف طب ايه الاسباب بقى تشولوجي منتهى البساطه كده منتهى البساطه تشولوجي اتش ام في ثلاثه والبديهي بس كده ايه بقى انا هقول لك بقى على طول والله اثناء الحمل فصيله الام جالها هايبوكسيا صح ناقص اكسجين ايه الاتش دي هايبوكس طب اثناء الحمل الام جالها نقص كالسيوم اسمها ايه دي؟ هيبوكسيميا لكن اهم سبب ذا كومنس كوز از هيريديتري اللي هو ايه فعلا؟ وراثه يبقى 3 اتش مع بعض واحد وراثه ضمن ده موست كومن كوز اثنين نقص اوكسجين هايبوكسيا نقص كالسيوم هايبوكالسيميا كلام سهل كده؟ الامين بقى اول ام نقص غذاء
ماتريشن. ثاني ام ميتابوليك. ايه ميتابوليك دي؟ نختار عشان كده اختار حاجه، اختار حاجه زيها بالظبط. يعني ايه انيميا؟ بلاد. بلاد انيميا نو بلاد. بوليسايتيميا لوكيميا. قصدي ايه يعني بقى؟ اقول لك جلابتوزيميا. الجلابتوز ده في الدم. الموضوع ده الجلابتوز ده كان بيتكسر بانزيم معين، الانزيم مش موجود، الجلابتوز ده في الدم دخل جوه اللانس، خدها مع ميه، عمل ايه؟ شربت صح كده؟ ده جلابتوزيميا مثلا. مش كده؟ عشان جلابتوزيميا. لكن مين بقى فعلا اهم سبب يعني خطر شويه واخطر واحد فيهم؟ اخر واحد ماتيرنال انفكشن. خلاص ايه اشهر انفكشن في التوقيت اللي بتتحرك دوريا؟ يقول لك من الامتحان شغلت الولاد في الامتحان. انا عندها فيفر وراش ايه البديهي؟ ايه اللي انتوا خدتوه دايما؟ كنت انت ده واحد حطها تراتوجينيسي. خدت حاجه غلط ولا حاجه، صح كده؟ بكل بساطه تراتوجينيسي خالص. انا عندي اتش ام 3 وايه؟ تراتوجينيسي. كلام صح؟ طيب. كاركتر دي بتتحط معانا قلنا فين؟ في الساينس كمان، صح كده؟ احنا كساينس يعني في حاجه خاصه بالكاتركت ده. انا اسالك سؤال وتركز وسؤال كده سهل. خلاص الام جالها هايبوكالسيميا او جالها هايبوكسيا. اني عين خطوط الدرع اليمين ولا الشمال؟ اليمين. يعني انت شمس عندها نوع ده تاني كده. اول من مره كده لقيت مره واحد جالك يمين طبعا. بس نفست او قعدت نفست يعني. قلت خلاص هايبوكالسيميا الشمال طبعا. خلاص طبعا الاسباب كلها هي اصلا. بس B S H M الثلاثة بديه B S S S. بس كده ما كمان ربط كله بعض بيت خلاص. خلاص يعني معي B S S S B 4 بعدين S 4 صح. إيه الأسماء اللي معه؟ والله في الشهر الخامس كان بيكون حتة من اللامس. هذه كم حتة كويسة؟ في الشهر الخامس جالها هيبوكسيا. في الشهر الخامس جالها هيبوكالسيميا. سمعناها تموت؟ لا علمناها. علينا مشكلة. في دلوقتي اللحظة دي كان بيكون إيه؟ لانس فايبرز على البيمنت وتطمين كده خالف عليك فالجديد اكون ايه؟ كويس خلاص طفل نزل باثولوجي دلوقتي يعني طفل نزل بحاجه؟ لا يعني كان عندك هايبوكسيا شغاله؟ خلاص كده انت جالك مشكله حصلت شهر معين وقت معين صح؟ فالتكوين الفايبرز دلوقتي حصل في مشكله صح كده؟ انا قلت كده انت بتفتكر لانس فايبرز دي طفل نزل عنده كاتراك موضوع بروجريسيف خلاص مرض خلص من زمان صح كده؟ موضوع اكيد ايه؟ كلمه جميله انت عندك كاتراك مش هتعمل كده ايه؟ طيب بطولش كان زمان لما كان فيتس هو مكان فيتس في اللحظة دي كان عنده بطولش ساعتها صح نزل بيها في حاجة زودتها؟ لا صح تبقى واخدة جزء من اللانس وثابتة مش بروجريسيف صح كده؟ فالاس دي فور ايه؟ ستيشنال اكسبت مين الوحيد اللي هينزل مع العيان تولد معاه ويتكاثر جوه اللانس روبيلا روبيلا طبعا ذاتس واي الوحيدة بروجريسيف مين هي؟ روبيلا كانت كانت عندك كتاب اكسبت صح except مين؟ روبيلا ده بيتكسر معاه وبيعيش معاه بينزل معاه وبيعيش معاه بيتكسر كده يبقى B 4 usually bilateral S 4 soft S 4 stationary except روبيلا ايه الاس دي بقى؟ برضه روبيلا تحديدا هو اللي عنده روبيلا فيروس ده ضرب العين بس قلت له كده؟ بيضرب ايه ده؟ بيضرب هارت صح؟ بيضرب دي دي ايه؟ بيصرف كمان دافن بس ستامك اهو بيقولك يعني ايه؟ بيعمل مفتالمس مايكروفتالميا ميكروفونيا ريتينوباثي يعني من الاخر اللي عنده كونجنتال كاتراك ده الاسباب كلها سيستميك منها اسباب لحد ما بتوزع مشاكل ثانيه فاي شوت كدكتور افحص ايه يعني بس انا اسف الطفل غلط عنده ست شهور او شهرين كنت هتعمل ايه؟ يو نوت تريتينج ا كاتراك يو تريتينج ا كاتراك ان ا هيومن بيشنت صح كده؟ طيب الطفل غير اهو ايه دي حاجه سهله خش اعمل ايه؟ بنت مات لكن كده حاجه معايا خالص فدي من هناك ان هي دي افهم ان انا الفحص بتاع ايه اي شود اكزامين ذا اي كويس قوي فور اسوسيشنز اند ايه سند ذم فور بيدياتريك اكزامينشن
صح يا جماعه، احنا حضراتنا عامل كده مثلا في ناس تانية صح كده. اوكي يبقى الكات ساعدنا، يلا بي اس 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 بي 4 بقى اس 4 صح، اس 4 سيشن اس 4 سيستميك اند اكتر اسوسيشنز، وقلنا ايه ريسيرش سيشن دي اكسبت مين بقى. انا عايز اقول واحده بي كمان، اللي عايز واحده بي كمان ستارتس اند صح كده، بريزنت اند بروبلم دي يعني بريزنت اند اسمه اكس. النقطه دي في العدسه اسمه ايه؟ نقطه شمس ادوي سنتر اوف اكس.
وادي اللمس صح؟ ما بعد لا. Where is the nodal point of the eye؟ فين النقطة؟ لازم أي ray هيقعد الكورنيا لازم يعدي منها. قصدي صعبة جدا. أهم حاجة في السينماتيك آي، الريدوست آي قصة أبحاث ري تريسينج. موضوع صعب جدا. فين الحتة اللي لازم دي صعبة جدا. هواء كورنيا أدي عدسة. صح؟ الكورنيا نفسها عدسة. هي دي كده مين دي؟ النقطة بتاعتها. انتي شيء من عدسة ما كوني انتي شيء من عدسة انك سوى فين او لدى بوينت اي طب اللينز اي ده بتاع كونيوكنس وده بتاع كورتس ده بتاع كورتس تاني صح؟ بتاع فيترس قصدي يعني ايه تاني بس ارشف عايز الموت؟ بس فين النقطة؟ فين النقطة؟ اللي فعلا الريس فعلا بتعدي فيها مين عايز؟ حاجة مش مطيرة بيها لو ان بعد كل القصة دي بس النقطة فعلا نودال بوينت اوف ذا اي عدسة بقى فين هي؟ just behind the lens اهي بس سبع مللي behind the cornea دي النقطة اللي بيعدي بيها كل الريس داخل العين كلام سهل كده؟ نسمع نسمع يا رب مين ده؟ انتي بورا مين ده؟ انتي بورا كسمع صوت وكسمع حاجة ادي ري اهو ادي ري بلاي لازم عدي منين؟ لازم عدي منين؟ نودا بوينت اهو صح؟ يلا ري اهو عيد اهو لازم عدي مين؟ اهو صح؟ بس ثانية هاي اهو صح؟ اهو حد مركز معايا؟ واضح كده مش واضح؟ مهما دخلت ايه هيحصل دلوقتي؟ لو في حاجه كاتره هنا تضرب مين؟ الري ده تبقى انتي بولر او يعني الاثنين ثلاثه في النص هيقعوا صح كده؟ فمين فيهم ضرب معظم الريز اللي ورايا؟ يعني لو عندك توت توستي بولر كاتلت او الريز ايه؟ بالجسم صح كده؟ مين فيهم بيقدر يظهر فعلا في الارض؟ فين هو ده بوينت دي؟ جاسم معايا سهل صحيح كده بعدين هتيجي بولا كاتر انساها بس كده مين مني جدا زي بولر بيكوز كلوز لانذر بوينت خلاص عمر جامد قوي قوي تكه ثانيه بقى تكه ثانيه دي مين دي مين دي فين نيوكل بس كده صح كده بس كده كده بس فين نيوكل بقى بس كده اه صح اسمها لاملر او ايه فين وابرز ان الناس دي بالذات لما عندهم لاملا كاتر دي وليس ما في النيوكليوس لان ده دول النيوكليوس والنيوكليوس نفسها مش تبقى شفافه صح يا ممكن مثلا مش عادي جدا هي بس ده ما يدور خلاص كده انت بس معاك بقى وابرز ان الناس دي خلاص معظم الناس دي يقول لهم حاجه عندهم مثلا يعني ريكتس عندهم هايبر دانش او مايكرو دانش يعني الكلمه دي عندهم التيف مشكله دانش يعني تكتيك دنت مايكرو صغيره مايكرو ضعيفه عندي مشاكل في التيف مشاكل في الايه؟ ريكتس قال لك بس يبقى النوع ده بالذات اهم سبب ليه؟ هايبركالسيميا بس كده بالذات يعني او رأسه بس مين بالذات مين؟ هايبركالسيميا مش بس التاكه التاكه دي شكله مميز قوي ومحدش عارف ليه؟ انا قلت لك ليه؟ بس كده بس سؤالك في الاخر هو يعني ايه شكلها عامل ازاي؟ حد كان عنده يخت؟ انا كده بالظبط بس عامل كده بيضه 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 بعمل حاجات كده
وكده خرج من التين، التين
to acquire. They were given legal acquired possession. ثاني حاجة مين أدبرت وجيتها مين أكوير من تاسم أي سنة صعب يحصل لك يعني سنة أخويا تبريشن العيدين سنة سنة الوقت صعب لك ربنا إيه؟ مش كامل؟ مش كامل إيه قاعدة كان بارك؟ صعب لكن مازال أهم سبب إيه فعلا بص عمي حاجة أكون أسكار يبدأ إيه ده؟ أكوير اللي بتيجي في الامتحان كصورة وجيت نوع زرقاء فعلا في اللانش نسميها ايه؟ نوع زرقاء فعلا نسميه ايه؟ بلو دوت كات. في نوع مش كده، ايه رايك؟
نوعين واحدة تهمل سبريشن يجي لها حاجة اسمها سوينج، نوعين تاني يجي لها حاجة اسمها ستاتس.
بتجيله تحت اسم اسمه ايه؟ امبريوبيا. دي اخطر كلمه في الوقت. انت كده مش بيطلع عندك اصلا ايه؟ يلا معاك. I'm going to go to the hospital.